واجده وفيها كل شيء ديالها وفارغه. يعني كاين مثلا كاين بعض الوحدات اللي كتلقاو كاين بعض العمارات اللي كتلقى 3-4-5 الناس اللي ساكنين الاخرين كلو فاضيين اما موليهم خارج المغرب او مثلا ما تبعوش. يعني ما كاينش شي عمارات كتلقاها صافي يعني ساكنه بالكامل. يعني كاين هناك فراغ، كاين هناك اللي مثلا ما تبعوش، كاين الناس اللي موليهم مازال كيتسناو القرض ديالهم، كاين الناس اللي موليهم مازال ما كملوش. يعني كاين واحد التعثر، يعني ما بقاش بالشكل اللي كان قبل. بالنسبة ربما عالية، طبعا بالنسبة عالية لأنه الكبير ولا قليل ونسبة كتراجع. نعم. طيب كنرجعوا دائما للسكن الاقتصادي والسكن الاجتماعي اللي كذلك بحاجة إلى إعادة النظر على مستوى الالتزام بضوابط معينة. هذا السكن كنسميوه سكن اقتصادي او اجتماعي لكن يفتقد الى الطابع الاقتصادي والاجتماعي، ايضا هو عرضه للمضاربات العقاريه ولتلاعبات اللي ممكن انها تجعد مجموعه من المشاريع في هذا السياق. طبعا سي حامد كاين واحد الاشكال اللي هو فاضع لانه هاد الناس هادو محترموشي داك الكارت تحملات ديال هاد المشاريع.